مشاهدينا، شيئا فشيئا تتجه إيران نحو اتباع قواعد لعبة جديدة في حربها مع إسرائيل. قواعد جديدة بات عنوانها الأكبر التخلي عن مبدأ ضبط النفس الذي حال منذ عقود دون الدخول في صراع مفتوح مع إسرائيل. تقول مجلة The Economist إن الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل في أبريل الماضي ردا على قصف سفارتها بدمشق فتح شهية طهران نحو مزيد من المخاطر وكسر القاعدة التي ظلت متمسكة بها، المواجهة عن طريق الوكلاء. الرد الإيراني بحسب The Economist كان هدفه الرئيسي وضع علامة واحدة، أي هجوم على أراضي إيران سوف يتم الرد عليه بالمثل. تجاهلت إسرائيل تلك العلامة ومضت في نهجها، فكان أن اغتالت واحدا من أبرز القادة في حزب الله فؤاد شكر، إضافة إلى رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وهو في عقر دار الإيرانيين. ردا على مقتل شكر وهنية، تعهد كل من حزب الله وإيران برد عنيف وقاس. كيف ستكون ملامح ذلك الرد؟ تجيب The Economist بالقول إنه من المحتمل أن تكون هجماتهم منسقة وقد تشمل ميليشيات أخرى موالية لإيران. ففي اجتماعاتهم الأخيرة مع نظرائهم العرب توعد الإيرانيون بالانتقام بقسوة من إسرائيل حتى لو أغرق ذلك المنطقة في حرب شاملة. نهج إيران الجديد هذا واستعدادها للمقامرة سببه الأكبر بحسب The Economist أن إسرائيل أصبحت أقل تحفظا أيضا من خلال قيامها بسلسلة الاغتيالات تلك. أمام هذا كله ترى المجلة أن إحجام إيران عن أي رد مباشر على إسرائيل سيكون اعترافا ضمنيا بأنها غير قادرة على ردع إسرائيل، وهو ما سيضعها بحسب المجلة نفسها أمام موقف محرج للغاية، مفاده أن اعتمادها على الوكلاء ليس وسيلة لإبعاد الصراع عن حدودها فحسب، بل لإخفاء ضعف قواتها التقليدية أيضا. فعلى الرغم من امتلاكها لأكثر من 3000 صاروخ باليستي على سبيل المثال، إلا أن كل تلك الصواريخ ليست قادرة على الوصول إلى إسرائيل. وحتى في عصر جديد من الصراع المباشر مع إسرائيل، تضيف The Economist بأنه سيتعين على إيران أن تعتمد على حزب الله وكيلها الأقوى بالمنطقة، مما سيؤدي إلى رد إسرائيلي وقصف عنيف للبنان، وبالتالي إلحاق أضرار كبيرة بالقدرات العسكرية التي أمضت إيران عقودا في بنائها. نناقش هذا التقرير لذي إيكونومست والتطورات الأخرى مع ضيفينا من طهران، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، ومن مدينة طرابلس شمال لبنان الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني. مساء الخير لكما ضيفي الكريمين، أهلا بكما معنا في الأخبار الليلة. دكتور محمد، سأبدأ مع حضرتك، وهنا يعني نلفت إلى يعني الرسالة من المقال بداية، أطرحها على حضرتك كسؤال. المقال يقول أنه إيران عملت لسنوات أن يكون لديها أذرع أو وكلاء بالمنطقة يبعدونها عن أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وقاموا بذلك طوال السنوات الماضية حتى وصلنا إلى هذه المرحلة الآن، وكأنه وكلاء المنطقة جروا مباشرة المواجهة مع إسرائيل إلى الأراضي الإيرانية. كيف تقرأ حضرتك هذه النظرية؟ هل توافق معها؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني يجب علينا أن نعرف طبيعة العلاقة بين إيران وبين أصدقائها في المنطقة، وهذه ما يسمى في إطار محور المقاومة، سواء كان حزب الله في لبنان أو الحوثيين أو الحشد الشعبي وما إلى ذلك. بالتالي هناك قواعد تحكم هذه العلاقة، هناك يعني عمل وتنسيق ومساعدة، وهذا ليس خافي على أحد.
لكن بعد 7 أكتوبر إيران أعطت مساحة كبيرة، أو هذه الفصائل أعطت لنفسها مساحة كبيرة في التحرك ميدانيا، وكل فصيل هو الذي يقرر ميدانيا ماذا يجب عليه أن يفعل، يفعل أم لا، هو الذي يقرر ذلك، هو الذي يدرس طبيعة الظروف التي هو فيها في المكان الذي هو فيه. وإيران يعني أثبت خلال 9 أشهر الماضية بأن إيران لا تتدخل في أي قرار يتخذه أي فصيل من فصائل المقاومة، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا الرد الإيراني الآن المنتظر، وكلنا ينتظر هذا الرد. نعم. الإيرانيون قالوا بأنهم هم يريدون أن يردوا من الداخل الأراضي الإيرانية. قبل قليل كان هناك تصريح ل النائب العام أو نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الجنرال فدوي، قال بشكل واضح، قال بأن أولويتنا كحرس ثوري هو مهاجمة أو الرد على الكيان الإسرائيلي، وقال بأن هذا الرد سوف يكون قويا وصاعقا ومفاجئا أيضا، لكنه قال بأنهم على استعداد كامل للرد. وأنا أعتقد بأن الرد حتما سوف يأتي من داخل الأراضي الإيرانية كما يقول جوهر الإيرانية. الموضوع دكتور محمد أنه الرد سيأتي من الأراضي الإيرانية، وبالتالي نعود إلى النقطة الأساسية أنه لم نشهد قبل ذلك أي رد مباشرة من إيران على إسرائيل بالفترات الماضية، سوى طبعا بأبريل بعد ما حصل بموضوع القنصلية. دعني أذهب إلى دكتور مصطفى ضيفنا من لبنان، من طرابلس تحديدا. دكتور مصطفى، اليوم عندما نتحدث عن أذرع إيران حزب الله، الأداء الأقوى والأقرب حتى بالمسافة جغرافيا بالنسبة لإسرائيل لاستخدامه من جانب إيران إذا أرادت إيران ذلك، ولكن فعليا اليوم حزب الله هل سيخوض هذه الحرب كاملة؟ هل يمكن لإيران أن يعني تضحي بحزب الله بحرب من هذا النوع، وبالتالي تخسر من كان يقال أنه هو خط الدفاع الأول عن إيران؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم. بالتأكيد يعني حزب الله هو درة التاج في الحرس الثوري الإيراني، وهو استثمار بدأ حتى قبل سنة 82، وكان هناك يعني رؤية عقائدية وإيمانية وسياسية أيضا بني عليها حزب الله على يد الأئمة الإيرانيون، وأيضا بالتأكيد على يد الحرس الثوري الإيراني. نعم. وكانت الرؤية الأساسية لحزب الله بحسب البيان التأسيسي للحزب بأن إيران ولبنان هم شيء واحد، نحن أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران. ومن بعدها هناك الكثير من المقولات التي تؤكد بأن حزب الله في لبنان يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم. بكل تفاصيلها، ويعتبر أن قيادته هي هذه القيادة بالذات وتوجيهاتها هي الأساس. لذلك عمليا حزب الله سيتصرف بالضبط كما تقول له القيادة في إيران، على عكس ما يقول الضيف. فحرية التنفيذ هي محدودة فقط برؤية استراتيجية، يعني الرؤية الاستراتيجية هي التي تقرر. نعم. الإيرانية لولاية الفقيه هي التي تقرر ما يقوم به حزب الله، أما التنفيذ على الأرض فبالتأكيد هو متروك لأصحاب الأرض، والتضحية والشهداء والدمار هو أيضا لأصحاب الأرض. نعم. لأن إيران بعد الحرب العراقية الإيرانية تمكنت من تحويل الخسائر التي منيت بها في تلك الحرب بمئات الألاف لاستخدام شعوب أخرى، وبالأخص شعوب عربية بالذات وشعوب أخرى أيضا آزريين وغيرهم، لتخوض عنها المعارك ويموت أبناؤها فداء لأسطورة ولاية الفقيه. وبالتالي ننظر ببساطة إلى الدول التي منيت بهذه المصيبة، نتطلع إلى العراق، إلى سوريا، إلى لبنان وإلى اليمن، ونرى كيف تحولت هذه الدول إلى مجتمعات مهترئة وإلى دول غير موجودة على الخريطة. لأن حقيقة حزب الله بالتأكيد، أريد أن أؤكد، لن يتصرف إلا حسب استراتيجية التي تراها إيران، وهو مستعد بالتضحية بكل شيء من أجل إيران.
يعني الحوار مستمر، ولكن اسمحوا لي ضيفي الكريمين بأن أشير إلى أخبار عاجلة كنا ننقلها عن بيت الأبيض، مصادر خاصة للحدث يقول فيها البيت الأبيض بعد الإعلان طبعا عن أن مفاوضات وقف النار في غزة سوف تستأنف في 15 أغسطس، وأن بايدن لن يسمح للمتطرفين بإفشال مفاوضات غزة. يقول البيت الأبيض للحدث إنهم سوف يمضون بصفقة الرهائن رغم محاولات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش تخريبها. وأيضا البيت الأبيض في تصريحات للحدث يقول إنه نتنياهو وافق على الإطار الأساسي لصفقة إطلاق الرهائن. إذن لدينا مستجدات من البيت الأبيض نتابعها أول بأول. دكتور محمد، نعود إلى التقرير ونتحدث هنا عن فكرة إنه إسرائيل هي التي تغيرت بهذه الفترة، حتى بتنا نتحدث عن يعني هجمات على أهداف إيرانية مباشرة سواء بسوريا كما رأينا أو حتى اغتيال بإيران. ولكن بطبيعة الحال هل يعني إسرائيل أوقعت إيران في فخ أن تكون المواجهة مباشرة بين الطرفين برأيكم؟ حقيقة نتنياهو، هذا سؤال مهم جدا، هل نتنياهو يريد حرب أم لا؟ أنا أعتقد بأن بعد 7 أكتوبر، خصوصا عندما توغل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولم يتمكن لحد الآن 9 أشهر، لم يتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها، لا القضاء على حركة حماس ولا القضاء على بقية الفصائل الفلسطينية، ولا استطاع أن يحرر الرهائن الإسرائيليين لدى حماس. بالتالي الآن هو الآن في مستنقع، وهناك ضغوط من الجانب الأمريكي، وما تفضلت به هو أيضا يعني يدل على أن هناك ضغط من الجانب الأمريكي، لأنه الساحة الأمريكية دخلت مضمار السباق الانتخاب الرئاسي، وبالتالي هنا يجب أن تهدأ. نتنياهو يعتقد بأنه يستطيع أن يستدرج إيران إلى مشاركة في حرب أو شن حرب، وبالتالي هو يعلم جيدا، واللوبي اليهودي الموجود في الولايات المتحدة يعلم أيضا بأن أي دخول دولة أخرى في النزاع في داخل الأراضي الفلسطينية بالتأكيد الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل. هذا هو الهدف الإسرائيلي، هدف نتنياهو باستدراج إيران، استدراج الولايات المتحدة، من أجل أن تكون هناك حرب مباشرة بين طهران وواشنطن. الإيرانيون يدركون هذا المعنى بشكل جيد، ولذلك الآن عندما تأخر الرد الإيراني بعض الشيء هم يحاولون أن يتصرفوا ويتحركوا بحدين. الحد الأعلى هو الرد على إسرائيل للانتقام من ما سموه بالانتهاك السيادة الإيرانية والشرف الإيراني باختيال ضيف إيران إسماعيل هنية. الحد الأدنى هو أن لا تنخرط إيران في حرب يريدها نتنياهو. بالتالي هم يعني هذه مسافة ربما تكون صعبة في بعض الأحيان، لكن الإيرانيون يعملون حساباتهم مشاوراتهم مع أصدقائهم. يوم أمس الأول كان هناك مستشار الأمن القومي الروسي في طهران، وبالتالي هناك الكثير من الإجراءات تتخذها إيران عسكريا سياسيا دبلوماسيا من أجل التوصل إلى هذا الهدف وعدم الانخراط في الأهداف التي يريدها نتنياهو. دكتور مصطفى، يعني لافتة جدا نقطة الحسابات التي تحدث عنها دكتور محمد ضيفنا من طهران اليوم، هل لدى حزب الله فعليا حسابات أيضا؟ واضح من كلام نصر الله الخطاب الثاني وكأنه يذهب إلى نوع من الرسائل، يعني عدم الرد هو رد، الرد يأتي قليلا قليلا، استخدام عبارة أصلا فارسية للحديث عن يعني ببطء يواش يواش، إلى جانب يعني الكلام الآخر، وقال أنه إيران وسوريا يجب أن تكون جبهتين مساندة في حال حصل هجوم على حزب الله. هل فعليا اليوم يعني حزب الله كما إيران يذهبان إلى خفض للتصعيد وليس إلى فعليا إمكانيات تصعيد أكبر؟ نعم، الواقع بأن شعوب هذه المنطقة وقعت تحت وهم بأن إيران بالفعل تريد أن تدمر إسرائيل، وقد تكون تريد أن تدمر إسرائيل، ولكن يبدو بأن ما حصل على مدى 40 سنة الماضية بأن دول المنطقة وشعوبها هي التي تم تدميرها على طريق القدس كما يقال.
إذا نتنياهو لا يريد الحرب منذ 7 أكتوبر، هو يريد هذه الحرب منذ عدة سنوات. حاول إقناع الرئيس أوباما، الرئيس ترامب والرئيس بايدن بأن يقوموا بحرب استباقية تجاه إيران، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حساباتها الأخرى، وهي تريد استمرار الوضع وابتزاز المنطقة بأكملها بوجود بعبع إيراني وأيضا بوجود إسرائيل من الجهة الأخرى. عندما نتحدث عن إذا حقيقة أننا شبعنا وسمعنا أن إسرائيل قادرة على تدمير، أن إيران قادرة على تدمير إسرائيل بسبع دقائق ومن بعدها 25 وبعدها 30 وربما أقل من ذلك، إذا كانت هذه اللحظة المناسبة وإسرائيل في وضع ضعيف، فالأحرى بإيران أن تأخذ هذه المبادرة وتقوم بحربها هي وتبادر إلى القضاء على إسرائيل، وبهذه الطريقة تصبح إيران هي البطلة الحقيقية في هذه المنطقة. يقولون بأن القضية بالنسبة لنتنياهو الآن هي غزة، وقد تمكن من تدمير غزة، وأنا أعتقد بأنه يريد أن يستمر الوضع من دون حسم داخل غزة حتى تستمر شرارة الحرب، ويستمر يريد أن يحقق شيئا تاريخيا، وهو أن يدخل المنطقة بحرب مفتوحة مع إيران ويدخل الولايات المتحدة، ولكن بالوقت ذاته أن يجعل من غزة غير قابلة للحياة لينتقل بعدها إلى الضفة الغربية. هذا هو الواقع. فإذا أردنا أن نقول بأن نتنياهو لم يحقق أهدافه، أنا أرى بأن نتنياهو تمكن من تحقيق جزء كبير من أهدافه، وهو تدمير غزة وجعلها غير قابلة للحياة. طيب دكتور محمد، يعني اليوم نرى حديث أيضا عن السلاح الإيراني، وما إذا كانت الصواريخ البالستية قادرة أن تخرج من منصات وفعلا تستهدف إسرائيل إذا ما حصلت المواجهة، وهذا فيه تشكيك كبير. وبنفس الوقت نتحدث عن أنه إيران تنوي إرسال صواريخ بالستية إلى روسيا، تحدثنا قبل ذلك عن زيارة روسية وحديث عن بعض المساعدات من روسيا كمان إلى إيران بحال المواجهة. ما هو الدور الروسي هنا؟ هل نحن يعني أمام محاولات إيرانية لتشكيل محور صلب بوجه أمريكا وإسرائيل، أو هو فعليا يعني فقط محاولة لتحقيق توازن رعب أو توازن قوة؟ فيما يخص العلاقة بين طهران وموسكو، كانت طهران وموسكو لديهما اتفاقية لمدة 25 عاما، انتهت هذه الاتفاقية وتم تجديدها لمدة 5 سنوات بشكل أوتوماتيكي طبيعي. لكن الآن طهران وموسكو يتحدثون عن اتفاقية جديدة. هذه الاتفاقية اتفاقية عام وأشمل، وهي اتفاقية استراتيجية كان من المفترض أن يتم التوقيع عليها، وهي لمدة 25 عاما على الآن. كان من المفترض أن يتم التوقيع عليها قبل أكثر من شهر، لكن رحيل ووفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ربما أجل التوقيع. وكان في شكوك حول خلافات روسية إيرانية. نعم تم حلها، والجانب الروسي قال بأن الاتفاقية أصبحت جاهزة. ويبدو لي بأن سوف يتم التوقيع على هذه الاتفاقية بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة. لكن مستشار الأمن القومي الروسي عندما جاء إلى طهران وبحث هذه القضية تحديدا، قضية انتهاك السيادة الإيرانية، أولا هو صرح تصريحات مهمة جدا ووقف إلى جانب إيران وأدان إسرائيل انتهاكها السيادة الإيرانية، وبالتالي من بعد طهران وزار باكو، ويبدو بأنه كان مهتم لسماع رأي الإيرانيين وتقييمهم للتطورات التي تجرى في الشرق الأوسط. وأنا أعتقد بأن هذه الاتفاقية وهذا التحالف الموجود حاليا العسكري تحديدا بين إيران وبين روسيا، أنا أعتقد بأنه موضوع على الطاولة، حتى أن هناك بعض المعلومات لم تؤكد بشكل رسمي، لكن معلومات تحدثت عن إرسال روسيا إلى منظومة صواريخ SS-400، وهذه هي منظومة مهمة بالنسبة إلى إيران للحفاظ على المنشآت النووية الإيرانية. لكني أعتقد بأن هناك هذا التحالف بين طهران وموسكو موجود، هكذا تعاون عسكري أيضا.
دكتور مصطفى، مع وجود هكذا اصطفافات وحتى يعني اتضاح صورة حول نوع الدعم الروسي الذي سيكون لإيران إذا ما فعلا حصلت أي مواجهات أو أي ردود، اليوم يعني الكل يسأل عن من هي أصوات أو ما هي أصوات العقلاء الذين ما زالوا موجودين الآن الذين يمكنهم أن يحملوا رسالة تهدئة فعلية، وهنا نسأل عن لبنان بشكل خاص. ب2006 الحكومة اللبنانية لعبت هذا الدور بشكل أو بآخر، اليوم من تبقى بلبنان يمكن أن يلعبه؟ بالطبع بعد السنوات الإجاف التي مرت على لبنان منذ سنة 2006 إلى الآن، تمكن حزب الله من إلغاء الدولة اللبنانية بكل واقعية، وعمليا كل من أتى بعد سنة 2011 عندما أجبروا حكومة سعد الحريري على الاستقالة، من بعدها أصبحت كل الحكومات عمليا خاتم بيد حسن نصر الله وتتصرف فقط بناء على توازنات، جزء منها بالتهديد والوعيد. ويجب أن نتذكر بأن العشرات من الذين واجهوا حزب الله في لبنان تم اغتيالهم بمتفجرات أو باغتيال مباشر، وأيضا الحرمان من السلطة، وب يعني جعل كل شيء في لبنان مرهونا، القضاء، الأمن، كل شيء. ويجب أن نذكر ما حصل بانفجار المرفأ ومنع حزب الله للتحقيق حتى بهذا الانفجار. كل ذلك أدى إلى أن تكون الحكومة الآن الموجودة هي شبه حكومة، لأنها حكومة تصريف أعمال، لا يوجد رئيس للجمهورية، وبالتالي هذه الحكومة تنفذ فقط، هي صدى لما يريده حزب الله، والتصريحات التي يصرحها رئيس الحكومة ووزير الخارجية كلها تؤكد بأن يعني كما يقال شاهد ما شافش حاجة، هم فقط يصرحون على أساس هم صدى لقرار حزب الله. شكرا جزيلا لك ضيفنا من مدينة طرابلس شمال لبنان الدكتور مصطفى علوش، نائب السابق في البرلمان اللبناني، وشكر موصول لضيفنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيا. شكرا لكم.